شكرا يا ريس على تعيين سارة. على ايه بس يا عم ميس؟ انت تؤمر. عايزك بس تعرفها ان انت توسطت لها عشان تتعين. بس مش هينفع يعني توسط لها على طول. اطمن، انا هفضل جنبها لغايه لما افهمها الشغل ماشي ازاي. لا يا عيسى. لا. انا عايزك تفضل جنبنا عشان نرجع البضاعه المركونه في المينا دي. هما لسه ما افرجوش عنها لغايه دلوقتي؟ تخيل. مع ان ورقنا كله في السليم، بس هما جايبين مأمور جمارك كده جديد معقد لنا الدنيا. طب انا اقدر اساعد ازاي في حاجه زي كده؟ والله لما فكرت لقيت مفيش حد احسن منك هو اللي يحل المشكله دي. زي ما عرفت كده تحل مشكله نعيم. قصدك اسافر له اسكندريه؟ بالظبط كده. تجيب اخره وتبلغني عشان اعرف اتعامل معاه ازاي. تحت امرك. بس انا مش عايزك ترجع من هناك غير وانت مخلص البضاعه من المينا. انا مش حامل اي خساره تاني. طمن يا ريس، مفيش خساره تاني ان شاء الله. ان شاء الله. استاذن انا؟ اتفضل. وانا هبعت معاك عربيه بسواق وهحجز لك فندق على البحر عشان تفتح نفسك على الشغل. بعد اذنك يا ريس. اتفضل. عرفت انهم جابوا موظف جديد معاك. ده يمكن يكون جاي بدالي. بدالك؟ قصدك ايه؟ انا مش عارف هرجع شغل امتى يا وليد، وفي نفس الوقت كنت جاي اخد شويه حاجات وماشي على طول. ده ليه كده؟ سام مراتي تعبانه قوي وحالتها مش مستقره، ما اقدرش اسيبها لوحدها. ما انا سمعتك وانت بتقول الكلام ده لسلمى لما كنت عندنا في البيت. كنتش عارف انك موجود او انك سمعت. انا سمعتك وشفتك كمان لما كنت جاي تاخد بنتك. الحقيقة يا وليد أنا عايز أشكرك وأشكر الأسرة جدا إنكوا استضفتوا بنتي وإحنا مسافرين، بجد متشكر أوي. سيدي لا شكر على واجب ولا حاجة. بس يعني كان عندي سؤال كده. اتفضل. أنت يعني ممكن يحصل لك ظروف تانية تخليك تجيب بنتك عندنا تاني ولا تمام كده الحمد لله؟ لا يا وليد اطمن، إحنا خلاص رجعنا من السفر. طب الحمد لله. معلش أنت عارف بقى مسؤولية كبيرة برضه على سلمى. سلمى لسه صغيرة مش فاهمنا المسؤوليات دي كلها. يا رب ما كنتش اشتكيت لك من حاجه. والله يا في العاده مش بتشتكي، خصوصا بقى لو في اي موضوع يخصك انت بالذات. وليد عايز اقول لك ان سلمى ما عندهاش اي حاجه تخصني ممكن تخبيها عنك. تمام. بس لو اتثبت لي بقى عكس كده. قصدك ايه؟ شوف يا شريف، باختصار كده ومن غير ما ندخل في تفاصيل، سلمى تبقى اختي الوحيده، الفترة الجاية شكلها كده هتكون مشغولة عندكم عشان بتقدم لها عريس وبال بنتك. ربنا يوفقها. ربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. استأذنك بقى عشان عندي شوية شغل. الأكل نزل. ما هو الأكل نزل والناس لسه ما جوش. اسمي مش حضرتك قلت لي إن ده غداء عمل؟ أيوه أنا قلت فعلا إن هو غداء عمل، بس ما قلتش إن في ناس. أمال غداء عمل مع مين؟ أنا وأنت. من غير عملاء؟ أيوه اعتبريها يا ستي إنها تجربة لحد ما يجي عملاء. تجربة؟ على فكرة شغلنا مش سهلة زي ما أنت فاهمة، لازم تتمرني عليها كويس أوي. وانا هتمرن ان انا اكل الاكل ده كله لوحدي؟ ايوه يا ساره، تمرني انك تاكلي ازاي، تتكلمي ازاي، تقولي ايه، تسكتي امتى، تفهميني من عليا انا عاوزك تتصرفي ازاي مع مين وامتى وليه. يا نهار ابيض، دي باين عليها شغلانه صعبه قوي. ايوه طبعا. وبعدين انت هتبقي واجهه الشركه، انت اول حد الناس هتقابله، انت عارفه الانطباع الاول هو اللي بيدوم. طب انا ممكن اسالك بس، هو انت ليه قررت تغامر بواحده جديده زي؟ يمكن عشان واثق ان انت هتنجحي. وهتبدا تعلمني امتى؟ من دلوقتي لو حبيتي. ايه ده؟ ده عنوان بيوتي سنتر بتاع واحده صاحبتي، انا كلمتها عنك وهي هتعمل لك نيو لوك. نيو لوك؟ انت حلوه زي القمر، بس هي هتخليكي احلى. انت بس سيبي لها نفسك، هتطلعي من هناك واحدة تانية خالص. هو ليه طيب ده كله؟ قلت لك عشان الشغل.
وانا كمان هبعتك لستايلست وخبيرة اتيكيت. اقل من اسبوع هتلاقي نفسك واحدة تانية خالص. كل حد اعرفه؟ عيسى. عيسى غريبة انه بيكلمك دلوقتي. ليه يعني؟ عشان عارف ان هو ورانيا النهارده عندهم زحمة شغل كبيرة جدا. هي ميس رانيا مع عيسى في اسكندرية؟ ايوه ميس رانيا مع عيسى. هو ما قالكيش؟ لا. طيب ايه؟ تردي عليه؟ مش عارف. أول درس بقى تعلمي النهارده وإحنا في الشغل مش بنرد على تليفونات خالص. يلا كلي كلي بقى. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. يا رب تكوني أحسن دلوقتي. ما أعرف إن أنا زي ما سافرت زي ما رجعت. مش خايفة من الموت على فكرة. أنا بس قلقانة على يارا. لا خايفة عليها أوي. إن شاء الله تقومي لها بالسلامة. ربنا يخليكوا لبعض. سلمى أنا طلبتك دلوقتي عشان أقول لك وصيتي بس توعديني. ما تقوليهاش لحد بعد ما اموت. مش معنى تقوليها لي انا بالذات. علشان انت جوزي من الوصيه دي. انا؟ ايوه يا رب تحبك. وانا مش هطمن عليها مع حد غيرك. انت الوحيده اللي ممكن تكوني لها امي تانيه. أنا مش فاهمة حاجة. أنتي بتحبيها؟ بتحبي شريف كمان؟ أيوة مدام سيهان. بس أنا مش محتاجة تنفيلي وتبرلي عيشي. اسمعني وبس يا سلمى، ما تقطعنيش. أنا وصيتي ليكي بعد ما أموت تتجوزي شريف. هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتخليكي جنبي ورا طول الوقت. محدش هيحبها قدك ويخلي باله منها زيك. دي أغرب وصية سمعتها في حياتي. تقولي لي شريف بس في الوقت المناسب. أنا عارفة إنه مكبر منك في السن وهيبقى أرمل. وعنده بنت وانتي ما سبقلكيش الجواز قبل كده. هتلاقي ناس كتير تقف قصاد جوازكم ده. عايزاكي تقفي قصاد الناس دول على قد ما بتحبي يارا وشريف. وعديني من دلوقتي يا سلمى. وعديني. ما كنتش عارفه انك شاطر قوي كده. من بعد ما عندكم ده اكيد ياسر اكيد عايز يطمن على الصفحه. اكيد اهو. الو اي ياسر مبروك. مش قادرة أقول لك عيسى عمل مجهود قد إيه مع المأمور الجديد عشان ياخد الإفراج. إن شاء الله بكرة البضاعة هتكون موجودة في المخازن. أوكي يلا باي. حضر نفسك بقى مكافأة جديدة. المهم الشحنة توصل بخير. بقول لك إيه؟ إيه رأيك يعني لو نبات النهاردة ونمشي بكرة؟ أيوة بس إيه؟ أنا ما لحقتش أشم هوا اسكندرية. معلش خليها مرة تانية. أنا أصلا مش هينفع أتأخر عن البيت أكتر من كده. عن البيت ولا عن سارة؟
هات له احضر شنطتي. انا اسف. اخيرا جيت. ما انت شايفاني مشغول قد ايه يا امل؟ بساره ها؟ البنت اللي جبت لها الموبايل عمال تفكر فيها من ساعتها. انت عرفتي منين؟ مهم ان انا عرفت. بتراقبيني يا امل؟ لسه ما نسيتش ان انا مراتك. طيب يا حبيبتي بصي الموضوع ابسط من كده بكتير. عيله غلبانه وقعت لها موبايلها كسر، جبت لها موبايل مكانه بس. والغلبانه دي بقى ايه اللي جابها الشركه؟ عيسى قال لي انها جارته محتاجه الشغل. وانت طبعا ما تقدرش ترفض له طلب عشان انت عارفه هو عمل ايه عشاني. طب انت عارف بقى ان هما مش بس جيران؟ عارف انهم بيحبوا بعض؟ عارف. ويلا عارف بقى متخيل عيسى هيعمل ايه لما يعرف ان انت عايز تاخدها منه؟ هو انت بتقولي ايه دلوقتي؟ محدش فاهمك قد ايه يا ياسر. البنت دي سحلتك بس عيسى مش هيسيبها لك حتى لو هي ضعفت شويه قدام الحاجات الكتير اللي انت هتديها لها. انت بتهدديني بعيسى؟ بتهيألي لو كنت مكاني ما كنتش هتعمل غير كده. ايه يا امل؟ مالك؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيت انا مين؟ بصي يا حبيبتي انا ما عاوز اعمل اي حاجه في الدنيا ولا انت ولا عيسى ولا الدنيا كلها هتقدر تمنعني. صح؟ وبجد انا غلطان اني جيت لك. مساء الخير يا فندم. صدقني ما عرفتكيش. ايه رايك؟ هو ده بقى اللي بيقولوا عليه نيو لوك؟ اهو تغيير. تغيير؟ وبمناسبه ايه التغيير ده بقى؟ بمناسبه الوظيفه الجديده. الوظيفه الجديده؟ تلاقيكي دفعت الشهرين المقدم اللي خدتيهم. سيدي يعني هم اخر شهرين يعني يا عيسى. وما ترديش على تليفوناتي ليه من امبارح؟ أنا كنت في اجتماع شغل وشفت رقمك متأخر. خفت أرجع أكلمك تكون نمت. طب وتاني يوم؟ النهارده يعني؟ ما أديك شايف أنا كنت مشغولة في إيه؟ فعلاً. النيو لوك الجديد شكله أهم مني. لا عيسى. عيسى عشان خاطري ما تبقاش رخم. تلاقيك راجع من السفر تعبان. أنا كمان مجهدة قوي طول اليوم. خلينا نتكلم بكرة أحسن. تصبح على خير. عيسى متغير قوي من ساعة ما رجع من اسكندرية.